البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني، الذي جمع روايات كثيرة بخصوص تفسير القرآن، الروايات التي فسرت الآيات القرآنية، جمعها بحسب ما توصل إليه، وكتاب جدا لطيف ينبغي للمؤمن الذي يحب أن يتعلم معنى القرآن بحسب تفسير أهل البيت أن يقتني مثل هذا الكتاب ويفهم معنى القرآن بحسب روايات وكلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي والذي أمرنا رسول الله أن لا نأخذ تفسير القرآن إلا من علي عليه أفضل الصلاة والسلام.